صباح الخير أمي، صباح الخير. صباح النور. ماذا حضرتي؟ واو، طبق أوكراني كابوسناك من الكرنب، جميل جدا. والفطر، وهذا أبي اشترى سمك مملح. الطقس اليوم بارد وعاصف. أريني أمي، واو، طنجرة كبيرة، هذا لذيذ جدا. ألف شكر لك أمي، وسأريكم زهور التيوليب. عندنا باقة الزهور في البيت. غسلت شعري باللغة الأوكرانية نقول غسلنا رأس، يعني لا نقول غسلنا الشعر بل نقول غسلنا رأس. هناك كان شيء عندي، وكذلك رشت أمي كابوسناك بالفلفل الأسود. هذا كابوسنا، وأنا سأحضر ساندويتش لأمي من الخبز والزبدة وأفوكادو. شطيرة بأفوكادو، زبدة وخبز وملح. لذيذ صح؟ أصدقائنا الأعزاء، انظروا إلى هذه الزرافة الجميلة. ننطلق إلى بلدة زوجي. ها هي الحقول الأوكرانية مع التربة الخصبة السوداء. أصبحت على
بابا مفتوحة خصيصا لنا. صباح الخير، الآن سنأكل شوربة السمك. كذلك حضر لي زوجي سندويتشات شطائر بالأفوكادو والشبت، وهنا قهوة بالحليب. ارتدينا الفستان، استينكا ارتدينا الفستان الجميل. خرجنا لنتجول قليلا في المزرعة. الطقس اليوم أحسن مما كان أمس والحمد لله. يطير النحل الكثير هنا، لذلك يجب أن أكون منتبها. هنا بيت حراري، الآن سنذهب لزيارة الدجاج. مرحبا مرحبا بيكو. توجد هنا أرجوحة شبكية، بعد المطر نجففها. نستريح قليلا في الهواء الطلق. الحمد لله اليوم الطقس مشمس والسماء صافية. أهدر زوجي لي سترته لكي لا أكون بردانة. يبدو لي أن يسدينا نعسانا بصراحة في الهواء الطلق. يسدينا خلدت للنوم، الآن سننقلها إلى العربة. خرجت لأتجول قليلا مع جوستينا، نامت اليوم مبكرا. أشم
رائحة الزهور. مرحبا بك كسكسكس. مرحبا بك. أنا من أولئك الناس الذين يتكلمون مع الحيوانات. ليلك ولكن لون غامق. لطيف جدا. ميدالية لديه. واو، انظروا إلى هذه الزهور البرية. مثل الشمس. إنها كثيرة هنا. بينما أتمشى مع جوستينا، يساعد زوجي أمه في الأعمال المنزلية. اتصل بزوجي كولا وقال أن أرجع، لأننا سنذهب الآن بالسيارة إلى مركز البلدة. سنزور بعض المحلات، وقد نزور أقاربه في القرية المجاورة. رجعت بسرعة. К сожалению, не в Германии. Припарковался. Да тут...
البول هناك. بريجين الآن نحن في ضيافة أقارب زوجي. Нет, нет, она уже не на коленах. الآن أطعم جوستينا. نصمم هذه النبتة الكبيرة بشجرة الأموال. يا بزواجة لايمة ой как красивая елка елка Такая она лежит, она прикрывает будет. كله هذا عنب. أنا حرانة جدا. أعطوني باقة الزهور. الرائحة جميلة. Не-не-не-не-не, просто понюхай. Максимум Маш, закрой, у тебя кажется дверь. У кого-то дверь открыта.